دال البخاري سمى كتابه الجامع المسند. ما هو اسم الكتاب؟ البخاري سمى كتابه بهذا الاسم الجامع. البخاري سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. إذن جامع مسند صحيح مختصر. إذا هذا المختصر فيه هذه الزيادات وفيه هذا التقطيع وفيه هذا التعريف وفيه هذا الاختصار وفيه هذا التعليق وفيه هذا الإرسال وفيه عنوان بلغنا وفيه عنوان تابعه وفيه الشواذ وفيه المعلول وفيه 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 وفيه. هذا هو المختصر، هذا هو الجامع المسند الصحيح المختصر. فكيف في غيره؟ وماذا نقول في غيره؟ طبعا أنا دائما أضيف آله حتى لا أكون ممن يأتي بالصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكان يذكره أحيانا باختصار فيقول، البخاري يقول يختصر عنوان الكتاب يقول الصحيح، أو يقول الجامع الصحيح. عن من يتحدث؟ عن الكتاب. هل يتحدث عن بعض الكتاب؟ يتحدث عن الكتاب، يقول جامع مسند صحيح مختصر، يقول عنه الصحيح كما جاء في الصحيح، كما قلت في الصحيح، كما كتبت في الصحيح، ويقول الجامع الصحيح. إذن يوجد عنده تفصيل بين حديث وآخر، بين مرسل ومعلق؟ لا يوجد. أقول التفتوا جيدا أنه لم يقيد ولم يخصص كتابه بالأحاديث، بل العنوان واضح في شموله للأحاديث وغيرها بما يشمل أمور الرسول صلى الله عليه وآله وسننه وأيامه. التفت، قال جامع مسند صحيح مختصر من أي شيء؟ قال من أحاديث الرسول. اختصر على هذا؟ لا، حتى في العنوان لم يختصر على هذا. قال من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. من الذي يروي سنن النبي وأيام النبي؟ أليس الصحابة؟ حتى يقال بأنه يقصد الحديث فقط، ما صدر عن النبي لفظا صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا الهراء والفراغ والسفاهة؟ دفاع سقيم، دفاع غبي فارغ. التفت إلى العنوان ويعتبر نفسه عالما، ويقولون بأنه عالم حتى لا يفهم العنوان. عميت عينك، عميت عيونكم، وصمت أسماعكم، وطبعت قلوبكم. يقول جامع مسند صحيح مختصر من أمور لم يقل بالأحاديث، من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. إذن أقول التفت جيدا أنه لم يقيد ولم يخصص كتابه بالأحاديث، بل العنوان واضح في شموله للأحاديث وغيرها بما يشمل أمور الرسول صلى الله عليه وآله وسننه وأيامه. ومن الواضح جدا عند كل ذي عقل أن هذا لا يتحقق ولا يكتمل بالأحاديث المرفوعة عن النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. أنا أتحدث عن أحاديث لأنه يوجد البعض يصنف، يقول عندما الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول حديث، وما يأتي عن الصحابة ينقل شيئا عن الصحابة، فما يأتي عن الصحابة نسميه بالرواية، لا نقول عليه ولا نطلق عليه عنوان الحديث. هذه لا مشاحة في الاصطلاح. إذن ومن الواضح جدا عند كل ذي عقل أن هذا لا يتحقق ولا يكتمل بالأحاديث المرفوعة عن النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بل تشمل ما يرويه الصحابة من أمور وسنن ومواقف وأيام خاتم الأنبياء والمرسلين، فيشمل الأحاديث المرفوعة للرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم كما تشمل ما أسند إلى الصحابة رضي الله عنهم. فلا يتم التفصيل بين مرفوع ومقطوع وغير ذلك، كما أن العنوان واضح جدا في إشارته للكتاب، لكتاب البخاري بجملته، فلم يفصل فيه ولم يقيد ولم يخصص ببعض دون غيره، فلا يجدي التفصيل بينما جاء تحت عنوان بلغنا أو تحت عنوان تابعه أو شاذ أو مرسل أو غير ذلك من عناوين.